دائرة الإحصاءات العامة تطلق نتائج التعداد العام للمنشاة الاقتصادية للعام 2018، والذي نفذته الدائرة خلال الفترة ما بين الأول من أكتوبر من عام 2018 ولغاية 31 من آذار للعام 2019. الدائرة كشفت في نتائجها خلال مؤتمر صحفي عن عدد المنشآت الاقتصادية حسب الموقع والنشاط الاقتصادي والكيان القانوني وخصائص العمالة وفئة الإيرادات للمنشآت ورأس المال المسجل، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى. هذا التعداد بيشير إلى أنه عدد المنشآت الاقتصادية اللي غطاها هذا التعداد في عام 2018 وصل إلى 308,721 منشأة، بارتفاع نسبته 20% عن التعداد 2011 و45% عن تعداد 2006. اللي بنلاحظه انه المنشآت في العاصمة اخذت 43% من عدد المنشآت، في محافظة الزرقاء بتيجي بالترتيب الثالث اللي هو 14%، محافظة إربد في الترتيب الثاني 17%. التقرير كشف عن حجم العمالة الأردنية التي تشغلها المنشآت الاقتصادية في ظل ارتفاع نسب البطالة وتوجه الحكومة مؤخرا لأردنة بعض المهن. بنلاحظ أنه تقريبا 34% من العاملين في المنشآت الاقتصادية يعملون في الخدمات. احنا شفنا قبل شوي قديش حجم هذا قطاع الخدمات، وبالتالي تقريبا 34% من العاملين في هذا القطاع. في قطاع التجارة الداخلية 28% من العاملين، وأيضا في قطاع الصناعة 29%. إذن الثلاث قطاعات هذولا تقريبا يعني زي ما أشرنا من حيث الحجم هم اللي بيحتلوا الحجم الأكبر في الاقتصاد الأردني. وعن اعتماد الحكومة على نتائج التقارير التي تصدرها دائرة الإحصاءات العامة في رسم السياسات ووضع الخطط الاقتصادية تحدث الزعبي قائلا: ننسق مع كل الوزارات، مع وزارة الصناعة قبل ما نطلق هذا التعداد، ما بخفي عليكم أطلعنا مجلس الوزراء على نتائج هذا التعداد، وأيضا أطلعنا وزارة الصناعة والتجارة على نتائج هذا التعداد، وكانوا معنا حتى أيضا هم يستفيدوا من هذه البيانات. نحن لا ننتج البيانات فقط مشان نعمل فيها المؤتمر وتنتهي، لا، بدنا إياها تصبح جزء من آلية صناعة القرار. ليش أنا أشرت لبعض المحاور اللي مهم جدا أنتوا تركزوا عليها حتى أنه نضغط في كيفنا نوجد فرص عمل. ويعتبر هذا التعداد هو التعداد الرابع الذي تجريه دائرة الإحصاءات العامة بعد الأعوام 99 و2006 و2011، إذ يهدف التعداد العام للمنشآت الاقتصادية للعام 2018 إلى توفير بيانات ذات جودة عالية وحديثة حول المنشآت الاقتصادية القائمة في الأردن. عبدالله الشيخ، الحقيقة الدولية.